يا ترى السيسي نوى على ايه في الولاية الجديدة؟ وهيعمل ايه في الملفات الساخنة؟ ورؤيته خلال الست سنين الجاية لملفات الاستثمار والصناعة والقطاع الخاص؟ وايه طبيعة العلاقات اللي هتربط مصر بدول العالم؟ بانكير نبض البنوك. كل الأسئلة دي جاوب عليها الرئيس في خطاب تنصيبه النهاردة قدام مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة مع بداية الولاية الثالثة ليه في حكم مصر. على صعيد علاقات مصر الخارجية، أكد الرئيس أولوية حماية أمن مصر القومي في محيط إقليمي ودولي مضطرب، ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف في عالم جديد بتتشكل ملامحه مؤخرا، وهتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار والأمن والسلام والتنمية. وعلى الصعيد السياسي، أكد السيسي استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات اللي بيتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، في إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب. وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي، تكلم السيسي بوضوح عن ملامح رؤيته للمرحلة الجاية، وأعلن تبني استراتيجيات تعظم من قدرات موارد مصر الاقتصادية وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، مع تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية. الرئيس كشف أن الدولة هتزيد التركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا، وزيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر، وكمان جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة، مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلي لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي. السيسي كمان منسيش الكلام عن الإصلاح، وقال إن الدولة هتتبنى إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة، وكمان التحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام، وكذلك تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وكمان تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم ومواصلة تفعيل البرامج والمبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل. الرئيس كان حريص كمان على تأكيد دعم الدولة للفئات الأكثر احتياجاً من خلال دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، وإنجاز كامل لمراحل مبادرة حياة كريمة اللي تعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر، بما يحقق تحسن هائل في مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة. وفيما يتعلق بالتنمية العمرانية، أعلن الرئيس الاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع، وهذا مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة واستكمال برنامج سكن لكل المصريين اللي بيستهدف بالأساس الشباب والأسر محدودة الدخل. كانت معكم هالة البشتي من بنكير، شكرا لكم. بنكير نبض البنوك.